أقامت مجموعة الخير التطوعية لذوي الاحتياجات الخاصة حفل تكريم جائزة أفضل أم معاق، والتي تسلط الضوء على أداء أم المعاق، وقد كرم الحفل أفضل 10 أمهات للمعاقين. الأم هي نبع الحنان الصافي ومصدر الرعاية والعطاء، فما بالك بأم المعاق التي تبذل كل حياتها في سبيل العيش الكريم لأبنائها المعاقين. وقد جاءت جائزة أفضل أم معاق التي أقامتها مجموعة دير الخير التطوعية لتترجم ذلك ولتبرهن للمجتمع بأن المعاقين من الأبناء يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام مثل إخوانهم الأصحاء، وإن أم المعاق تستحق كل الدعم والتقدير. شكرا لهذه الجائزة، شكرا للأم التي تحملت وأعطت من وقتها وأعطت من صحتها في سبيل تربية وفي سبيل الاهتمام بأبنائها المعاق. شهادة كبيرة جدا لهذه الأمهات، يعني لا يستحق بالفعل، استحقوا هذه الجائزة. ونتمنى إن شاء الله في العام المقبل في السنة الخامسة أن يكون أكثر من 10 أمهات حتى تفخر دولة الكويت بهذا الإنجاز الكبير. جائزة أفضل أم معاقة فكرة خلاقة من حيث الهدف والمضمون، فهي تسلط الضوء على أم المعاقة التي تبذل الكثير والكثير لتربية طفلها المعاق. كل سنة لنا 4 سنين نحتفل في أم المعاق لما تقدمه من يعني تعب وفي تربية أولادها، وطبعا هي أكيد تتعب أكثر من الأمهات العاديين لأن أبنائها المعاقين أكيد لهم عناية خاصة، وإن شاء الله لها الأجر المضاعف. وطبعا هذه السنة الرابعة احنا نحتفل بجائزة أم المعاق، يعني تكريما لأمهات المعاقين، وإن شاء الله من السنة الجاية راح إن شاء الله نحتفل بعد على مستوى دول الخليج إن شاء الله. هذه الفعالية جاءت لإظهار التقدير لأم المعاق التي تستحق الكثير لما تبذله لابنها ليكون فردا صالحا في المجتمع. بعد الدور الكبير الأسرة، صراحة العائلة والأسرة كلنا وقفنا معاه، وأنا هذا محمد ولدي أحط وسام على صدري. برواز من ذهب يضع أم المعاق في صدارة التكريمات لما تقدمه من تضحيات مستمرة في توفير البيئة المناسبة لأبنائها. من دور الرعاية الاجتماعية، مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.